ونبقى في أجواء أغلى بطولات العالم، كأس السعودية لسباقة الخيل، حيث قابل مراسلنا أحمد الجدي الخيل السعودي عادل الفريدي الفائز بشوط العبية في اليوم الثاني من المحفل العالمي. نتابع. اليوم انجاز كبير يحسب للصب الخالديه وفي كاس السعوديه الشوطات. اللهم لك الحمد، توفيق من الله سبحانه، والحمد لله الله وفقنا في هذه الامسيه العالميه ان اخذنا هالشوط. اللهم لك عطنا خليه ياخذ اي توي. طيب مدى الاستعدادات هذا كم جلسه استعدتوا حتى وصلت ما شاء الله لهذا الانجاز؟ طبعا استعدادات الغالي من موسم الطائف، يعني من ممكن قبل ممكن 6 شهور استعدادات، والحمد لله يعني مع توفيق الله والاراده والقوه حققنا الشوط. اللهم لك. كنت متفائل بكل صراحه قبل بدايه الشوط، خاصه انه في تنافس كبير وعالمي. اللهم لك الحمد، يعني ما اجي اي شوط لو انا متفائل ان شاء الله اني اكسب. الحمد لله اللي حققنا الفوز. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، شكرا.